مرحبا اليوم سأحكي لكم حكاية يوسف من العهد القديم للكتاب المقدس في زمن بعيد جدا اختار الله رجلا كي يكون صديقا له إنه يسمى أبراهام لقد صنع الله معه عدة وعود أبراهام كان جد يعقوب اليوم سنتحدث عن أولاد يعقوب لقد كان له 12 ولدا وبنتا واحدة ليس عندهم نفس الأم لأن للأسف يعقوب كان له عدة نساء لكن المفضلة عنده كانت رحيل كان لرحيل ولدين، إنهما يوسف وبنيامين وبعدها توفيت راحيل. يعقوب يحب أكثر يوسف وبنيامين لأنهما ولدا في شيخوخته، ولكنه يفضل يوسف على جميع أولاده. يوسف شاب مطيع ويحب العمل فهو يهتم برعي غنم والده مع اخواته الاخرين لكن بنيامين كان صغيرا لا يذهب معهم للرعي يوسف يعرف جيدا ان والده يحبه اكثر من الجميع لقد كانت له عاده سيئه اذ ينقل لابيه كل ما يعمله اخواته انه يحكي لوالده كل الشر الذي ينطق به ويعمله اخواته الكبار لانهم اشرار اذا اخواته العشر يكرهونه يعقوب يميز ويفضل يوسف عنهم لدرجه انه في احد الايام اهدى له ثوبا ذو الوان مختلفه لهذا السبب اصبح اخوته يكرهونه اكثر لدرجه انهم لا يقدرون الحديث معه بليونه انهم غاضبين جدا على يوسف لانه الابن المفضل عند والده لقد سكنتهم الغيره طبعا فمن الشيء الطبيعي جدا ان يرغب الشخص ان يحبه والده ويفتخر به لكن من السيء جدا ان نترك الشر يسيطر على قلوبنا لدرجه اننا نفكر افكارا شريره ضد اخ لنا ونتحدث عنه بالسوء ومن جهة نجد أنه ليس بالشيء الجيد أن يميز يعقوب بين أبنائه مفضلا يوسف عنهم لكن الأمور كانت هكذا يوسف شاب لم يكن عمره إلا سبعة عشر سنة فهو مفتخرا بحب أبيه له لكنه غير غاضب على اخوته بل كان يساعدهم في اعمالهم دون مجادله حين يطلب والده منه ذلك كما نجد انه يتميز بعدم الحكمه اذ لمرتين يقع في خطا حيث روى ما راه في حلمين وذلك من شده فرحته لمضمونهما تعلم في زمان يوسف لم يكن هناك بعد الكتاب المقدس الله يحدث كثيرا الناس في احلام ليست احلام عاديه فالناس يعرفون ان مصدرها هو الله اذ تكون متعلقه بامور خاصه ومحدده لكن الان بما ان الكتاب المقدس موجود فان الاحلام قد رقصت ونجدها موجوده خاصه في الاماكن التي ليس فيها بعد الكتاب المقدس هل تريد ان تتعرف على احلام يوسف ذات يوم يوسف ينادي اخواته اسمعوا قد رايت في حلم اننا نعمل في حقول حيث كنا نجمع القمح الذي كنا نربطه على شكل حزم فجاه حزمتي وقفت اما حزمكم فقد احاطت بها منحنيه امامها اخواته غضبوا كثيرا قائلين ماذا يعني هذا تريد ان تقول انك ستصير يوما قائدنا او سلطانا علينا اصبحوا يكرهونه اكثر بسبب احلامه واقواله رغم كل هذا فيوسف كرر الخطأ مرة أخرى إذ شرع في الحديث معهم عن حلمه الآخر ما هي الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا تنحني أمامي يوسف لم يتحكم في لسانه فقد روى الحلم أيضا لوالده الذي غضب عليه أخواته حسدوه وغاروا منه لأن الله يحدثه أما يعقوب بقي مفكرا في الأمر يعقوب يعرف جيدا أن الله عمل وعودا كثيرة لعائلته التي ستصبح إلى ذات أهمية كبيرة وسط كل شعوب العالم، فعلا يعقوب غني جدا، لكن يعرف أن الله سيصنع أشياء عظيمة لعائلته، فهو يضع فيه ثقته، يعلم أنه أحيانا يجب الانتظار كثيرا كي ترى عظائم الله، فذات يوم يعقوب يدعو يوسف: "تعال يا يوسف اسمع، تعلم أن إخوتك ذهبوا منذ أيام عديدة كي يرعوا الغنم في مكان مليء بالعشب، اذهب إليهم كي ترى إن كانهم والغنم بخير وليس لديهم مشاكل. يعقوب يحب أبناءه وغنمه أيضاً. في ذلك الزمان لا يوجد الهاتف، فالناس كانت تبعث كي تنقل الأخبار. من مكان الى اخر. انهم المبعوثين الذين يركضون للقيام بذلك حتى يربحوا الوقت. اذا يوسف اطاع والده وذهب لزياره اخواته. لما اقترب منهم لاحظوه فبداوا في قول الشر عنه، حيث قرروا هذه المره ان ينتقموا منه. انه شيء فظيع. حيث قالوا فيما بينهم. ها هو صاحب الأحلام! اسمعوا! لنقتله ونخبئ جسده، ثم نقول لوالدنا: حيوان شرس هجم عليه، قتله، ثم ابتلعه. هكذا نكون قد تخلصنا منه، فسنرى إذا ماذا يصير بأحلامه. ها ها ها! هل يمكن لك أن تتصور هذا الشيء؟ إنك ترى! ماذا يحدث حين نترك الأفكار السيئة تسيطر علينا والغيرة تدخل قلوبنا لدرجة الرغبة في القتل لكن رأوبين أخوه الأكبر لم يكن موافقا لفكرة قتل يوسف إذ بدأ في التفكير كيف سيخلصه إذا قال للآخرين لا لا إنه أخونا لا يجب قتله فلنرميه في حفرة أو في بئر في الصحراء في الحقيقة أراد إنقاذ يوسف وبعثه فيما بعد إلى البيت من حسن الحظ أنهم قبلوا الفكرة إخوته خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء ثم جلسوا ليأكلوا الطعام فارحين بالشر الذي عملوه لأخيهم الأصغر يوسف يصرخ مناديا أخواته ليخرجوه من البئر لكن أخواته لم يرحموه خلال هذا الوقت رأوا بين يذهب ربما ليحرص الأغنام أثناء وقت غذاء إخوته لا نعرف لكن هذه الحالة السيئة لم تنتهي بعد على يوسف فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة متجهة إلى مصر إنهم حملوا بضائعهم لبيعها هناك. أخ آخر ليوسف ندم يهوذا إذ قال لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا حيث يصبح عبدا لهم ونحن سنربح نقودا. فسمع له إخوته. فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه للإسماعيليين الذين أخذوه إلى مصر، لكن رغم كل هذه المصائب فإن الله اعتنى بيوسف فهو لم يمت. يمكن لك القول لماذا لم يحرره الله من يدي أخواته من قبل؟ لكن الله له خطة رائعة ومميزة ليوسف والتي ستكتشفها في القصتين المواليتين عن حياته. لكن رأوا بينا رجع كي يخرج يوسف من البئر فلم يجده ماذا سيقول والده لكن الأخوات الأشرار ليوسف كانت لديهم فكرة. أخذوا قميصه وذبحوا تيسا وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا. حقق أقميص ابنك هو أم لا. منذ هذا الحدث المؤلم لم يتوقف يعقوب عن البكاء فحزنه كان شديدا جدا، إنه متيقن أن ابنه العزيز عليه يوسف قد افترسه حيوان شرس، ولا واحد قال له الحقيقة أبدا، لقد بكى كثيرا من شدة الحزن، إنه رغب الموت فالحزن لم يترك قلبه لأعوام طويلة. أظن أن أخوات يوسف ندموا عن هذه الجريمة التي ارتكبوها، إذ رأوا شدة حزن والدهم، لكن لم يقولوا له أبدا ما حدث. مصر بلد كبير جدا، على كل حال فإنه من المستحيل إيجاد يوسف. ماذا حدث الآن معه؟ فلقد بيع كخادم في مصر ليفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة. هو أيضا حتما يكون قد بكى كثيرا وندم إذ حكى أحلامه لأخواته ويرغب أيضا في رؤية أبيه وأخيه بن يمين وفوتيفار هذا لا نعلم كيف سيعامله ستكتشف ذلك في القصة الأخرى ليوسف بالنسبة ليوسف الله وحده يراه وهو القادر على إعطائه القوة وأن يساعده في وقت الضيق هذا يمكن لي أن أقول لك أن الله لم يتركه أبدا طيلة حياته، لكن المغامرات لم تنتهي بعد، الآن سنصلي، ربي أشكرك لأنك معنا دائما، ولما نضع ثقتنا فيك، فإنك لا تتركنا أبدا رغم ما يمكن أن يحدث لنا من مشاكل، ساعدنا كي نضع فيك ثقتنا دائما. وأعط لنا الحكمة في كلامنا وشكرا لك لهذه القصة الرائعة آمين الآن سنقرأ آيات من الكتاب المقدس وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان هذه مواليد يعقوب يوسف إذ كان ابن سبعة عشر سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه، لأنه ابن شيخوخته. فصنع له قميصاً ملوناً، فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه. ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم. وسجدت لحزمتي فقال له اخوته لعلك تملك علينا ملكا ام تتسلط علينا تسلطا وازداد ايضا بغضا له من اجل احلامه ومن اجل كلامه ثم حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته فقال اني قد حلمت حلما ايضا واذا الشمس والقمر واحد عشر كوكبا ساجده لي وقصه على ابيه وعلى اخوته فانتهره ابوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت هل ناتي انا وامك واخوتك لنسجد لك الى الارض فحسده اخوته واما ابوه فحفظ الامر ومضى اخوته ليرعوا غنم ابيهم عند شكيمه فقال اسرائيل ليوسف اليس اخوتك يرعون عند شكيمه تعال فارسلك اليهم فقال له هانذا فقال له اذهب انظر سلامه اخوتك وسلامه الغنم ورد لي خبرا فارسله من وطائي حبرون فاتى الى شكيمه فوجده رجل واذا هو ضال في الحقل فساله الرجل قائلا ماذا تطلب فقال انا طالب اخوتي اخبرني اين يرعون فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لاني سمعتهم يقولون لنذهب الى دوثانا فذهب يوسف وراء اخوته ووجدهم في دوثانا فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه فسمع رأوبينا وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله وقال لهم راوبين لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر التي في البريه ولا تمدوا اليه يدا لكي ينقذه من ايديهم ليرده الى ابيه فكان لما جاء يوسف الى اخوته انهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه واخذوه وطرحوه في البئر وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاده وجمالهم حاملة كثراء وبلسانا ولذانا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا؟ ونخفي دمه تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا فسمع له إخوته واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر ورجع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه، ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودا، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة، وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم، وقالوا: وجدنا هذا، حقق، أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابن نائحا إلى الهاوية وبكى عليه أبوه واما المديانيون فباعوه في مصر لفتفارة خصي فرعون رئيس الشرطي الى اللقاء الى قصه اخرى عن يوسف